أذكى مزور في التاريخ، انتحل شخصية الطيار الطبيب والمحامي، نصب على أعرق شركات الطيران في أمريكا، تحايل على 4 رؤساء دول وحصد منهم الملايين، طلب للمحاكمة لأكثر من 12 دولة، من أكبر مزور إلى أعظم كاشف للتزوير. فرانك أباغنيل. ولد فرانك في مدينة نيويورك في العام 1948 من أب أمريكي وأم فرنسية. تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة كاثوليكية. اعتبر فرانك والده مثله الأعلى في كل شيء، وللمفارقة أن والده هو أول ضحية له بالنصب، حيث استخدم بطاقة والده لشراء قطع سيارات على الورق فقط وقبض ثمنها. بدأ بالعمل في عمر مبكرة بأعمال متنوعة بأجر زهيد، ولكي يضاعف أجره عدل شهادة ميلاده بإضافة 10 سنوات على عمره الحقيقي لتبدأ رحلته في عالم التحايل والنصب. فرانك الطيار في سن 16 بدأ بتزوير الشيكات، وحصل من خلالها على الأموال من شركة طيران بان أمريكا، ثم ما لبث أن أقنع الشركة العريقة ذاتها بأنه طيار وأنه تحت نظام الديد هيدينج، أي أنه يسافر كراكب لإحضار طائرة من مطار آخر، وبالتالي كان يسافر مجانا وينام في أفخر الفنادق على حساب الشركة. سافر على مدى 2 مجانا إلى أكثر من 26 بلدا حول العالم. لم يكتف فرانك بهذه الامتيازات، بل وخلال تلك الرحلات تحايل بمليوني دولار على رؤساء 4 دول إفريقية، وهي ليبيريا وملاوي وزامبيا والغابون، بعد أن أقنعهم أنه مبعوث من البنك الدولي وأن لديه معلومات حول سرقاتهم وحساباتهم السرية في سويسرا. فرانك الطبيب. بعد أشهر في مهنته كطيار أثيرت الشكوك حول فرانك، فقرر الانسحاب وبدأ بالبحث عن مهنة جديدة، وبالفعل تقمص دور طبيب الأطفال هذه المرة، حيث لبس الرداء الأبيض ووضع سماعة الأذنين وغير اسمه ليصبح الدكتور فرانك ويليامز، وعمل في مقره الجديد في مستشفى للأطفال في جورجيا بأمريكا، بل وأصبح مشرفا على الأطباء المتدربين في المستشفى، حيث لم يجد أي صعوبة في مهنته الجديدة، وعلى العكس أتقن دوره حتى بوصف الدواء. Yes, I worked it for a year as chief resident of a hospital in Georgia. Could I ask you, number two, which hospital? It was the Cobb County General Hospital in Marietta, Georgia. Did anybody get well under your order, or was it vice versa? Yeah, I had no problems. بعدما يقارب العام في عمله كطبيب قرر ترك المهنة.